خلال زيارته مدينة المكلا، التقى مدير عام الهيئة العامة للشؤون البحرية المهندس نعيم العمودي مستشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة السيد لوفا زانجلوس لمناقشة سبل تعزيز أوجه الدعم بين الطرفين من خلال تقديم المعدات والآليات وإعطاء دورات تدريبية وتأهيلية لموظفي الفرع. وقدم مدير فرع الهيئة شرحا وافيا عن عمل ونشاط الفرع ودوره في الإشراف على الحد من عمليات التلوث البيئي وحماية البيئة البحرية والتنوع البحري والتفتيش البحري، وكذا الأمن والسلامة البحرية للسفن والمنشآت المائية ومحطات النفط والغاز والسلامة الملاحية وحماية الأرواح في البحار، بالإضافة إلى تنفيذ الاتفاقيات والقوانين البحرية الوطنية والدولية بالتنسيق والتعاون مع قطاع خفر السواحل بحضرموت. وفي غضون ذلك التقى رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم باسمير المستشار أوفا راغنوس، وناقش اللقاء دعم السلامة البحرية وبناء القدرات وتحديث خطط الطوارئ الخاصة بمكافحة التلوث البحري والإدارة البيئية للموارد البحرية وعمل تسهيل للقوارب والسفن والعبار السمكية التقليدية وتنظيم عملها والحد من حوادثها وتداعيات الصيد العشوائي المدمر للبيئة البحرية.